السلام عليكم. من أولى خطوات النجاح وكنظن أنه من أهمها هو أنك تكون قادر تصيد راسك. وخا أنا فهمتها روتر شوية في الكاريير ديالي، ولكن الحمد لله نفعتني بزاف. ولكن كيفاش أنك تكون قادر أنك تصيد راسك؟ شوف السبب باش أنه كيخرج مثلا باش كيمشي باش يصطاد الفريسة ديالو، ماشي ضروري يكونوا بزاف سبوعة باش يصيدوا فريسة واحدة، يكفي أنه يكون سبع واحد باش يصيد فريسة واحدة وانه باش يبقى عايش. ماشي بحال الضبوع، ضبوعكم يكونوش في مجموعات ما يقدروش يصيدوا. ولكن كيفاش هاد القضية انه اش دا السبع للانسان واش الانسان كيصيد؟ انا كنظن ان عندهم نفس المعنى، هو انك خصك تعرف انك فين تبدا انك تفكر او لا فين تبدا تعرف الهدف ديالك وتكون في طريق النجاح. خصك تكون عندك واحد ماشي موهبة ولكن واحد القدرة ديال انك ديسوسيا، داكور، ديسوسيا على الاخر، ديسوسيا عليه شخصا، وديسوسيا عليه ديسوسيا حتى على الاحكام ديالو او لا لي جيجمون ديالو. حيت اوتوماتيكمون فين غادي تبدا انك تنجح كيكون عندك شي افكار غراب. انا مثلا انا فين بديت ولا ما كنتش قادر في الاول، كنت كنديرونجا كيقول لي فين غادي توصل لكاع وشنو غادي دير وهاد القرايه فاش غادي تنفعك. في الاول كانوا كيأثروا عليا، من بعد عرفت اني لو كان هاد الناس هادو ما ندير لهمش انا ستوب ما غاديش يستوبيو. حيت الى اليوم هذا الكوليك ديالك في الخدمه هو اللي كيحكم عليك بالفشل، غدا راه يقدر يكون ولد عمك، يقدر يكون خوك، يقدر يكون خالك، بيان سير بلا ما يعنيها، ولكن هو بالنسبه ليه انك نتايا ما تقدرش توصل. لذلك كيما خاصك تعرف خاصك تكون قادر انك تمشي تصيد راسك. ماشي ضروري باش تمشي للقهوه خص يكونوا بزاف ديال الناس او اللي يكون صاحبك او لا صحابك عاد باش تمشي تقهوى. لا، نمشي للقهوة نتقهوى راسي. ماشي ضروري باش نخدم خصني ضروري الجماعة باش اني نخدم، لا، نخدم راسي. ماشي فين نبغي نقرا ضروري خصني عاوتاني الجماعة باش نقرا، لا، نقرا راسي. وحتى في الاحكام، حتى في الاحكام ديال الناس الاخرين خصني ديسوسي، يعني خصني انا ما نسوقش لبنادم. حيت شوف هذيك الفكره ديالهم، هذيك الفكره ديالهم عليك، ولكن انت ما دايرش بحالك، انت يا كما كتظن انت داكور. ولكن الا بقيت كدي عليهم وطيع عليهم وياثروا عليك، صافي صافي راك غادي تطيح. لذلك حاول ما امكن انك ما تسوقش للاحكام ديالهم. الا كانت شي علاقه خصك تعارضها خصك توقفها، وقفها الا بغيت تنجح. الا كانت علاقه توكسيك في حياتك وما غاديش توصلك الهدف ديالك، سيرتو بيان سير اونتر بارونتيز كان الهدف ديالك نبيل، ستوبيها. غاتستوبيها يا اما غادي تحدها شويه، يعني كيما نقول تبقى سلام سلام، يعني مابقاوش قضيه ديال الاحكام. اما انك داك الشخص ما تشاطرش معها سيدي الافكار ديالك، علاش تشاطر مع الافكار ديالك وانت عارف انه ما غاديش يفهمها وانه غادي يحاول يحطمك، يا اما شرا يا اما بغالك الخير. حيت هو بغالك الخير، داكشي علاش انا الناس، انا الوالد فين جيت نخرج من الخدمه بغالي الخير قال لي لا ولدي سختها الرضا باش انك غتمشي تخرج من الخدمه، داكور. هو بغالي الخير، ولكن انايا كان خاصني انا عارف الهدف ديالي، وانا اللي عارف. حتى واحد دير بالك انه حتى واحد ما عارف انت شنو باغي توصل، وحتى واحد ما كيفهم. انا كنت كنقول للناس الدراري راني بغيت نوصل لهنايا وندير لهنايا، ما كانوش يفهموا، داكور. وكانوا شي كانوا يضحكوا عليا، اقسم بالله الا كانوا يضحكوا عليا. وشي وحدين كنت انا كيما نقولوا نشفهم، كنت انا كنبان لهم بالله مسكين ما عارف والو، يلا كيضيع فلوسه وكيدير هذا كيدير، كنقول لهم لا. ومع ذلك دير بانهم قوم لا يعلمون، ما عارفينش. دونك باش انا كنخصني نكمل كنخصني ديسوسيا. الناس اللي ما صالحين ليش، داكور. الناس اللي ضروري من الموجب العائله وداكشي من الموجب، معليش هذيك الافكار ديالهم شوف غادي تبدل، نجح وغادي تبدل، غير نجح وبين لهم بالله اوتوماتيكمون هما براسهم الافكار ديالهم راه غادي تبدل عليك، داكور. ولكن ما تحطمش راسك في الاول. يلاه بديت وكتلقى مع ناس اللي سواء انهم ناجحين سواء انهم ما عارفين والو، انت كتقول لهم بغيت ندير وبغيت ندير هادي وبغيت ندير هادي، بنادم ما فاهم حتى وزه.
فهمتني؟ يبقى عليك شنو غادي تعرف لا شنو غادي دير داكشي. لا 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 لا، كنقول لك ماشي ضروري خصك دوك الناس. انا بالنسبه لراسي كنت نمشي نقرا، كنت كنمشي نقرا لراسي، كنت نمشي بريباري دي بون، كنت نمشي نبريباري لراسي. كيكون عندي شي هدف قادر نحقو لراسي، ماشي خاص يكون معايا واحد صاحبي او لا صاحبتي، ماشي ضروري داكور. انا يكفي كيكون عندي الهدف خصني نوصل له، نكون قادر اني نوصل له لراسي. حتى الى الطرف الاخر انه هو ما امنش بالفكره، نكون انايا قادر اني نامن بها داكور. ومع ذلك كما نقولوا انا عاوتاني ماشي ضروري يعني كما نقولوا كيقولوا الشر في الطرف الاخر ولا شي، لا كاين اللي ما فاهمش، ماشي انه غادي يحطمك حيت كاين اللي غادي يحطمك حيت ما فاهمش ما عارفش. ديك الساعه انت دير في بالك انك انت الوحيد اللي عارف القدرات ديالك، وانت الوحيد اللي كتامن بالقدرات ديالك، حيت الا ما امنتش بهم انت حتى واحد ما غادي يامن بهم. انا كنت كنامن بالقدرات ديالي وكنقول لهم غادي نوصل، معليش شويه شويه. انا راه ضربت بزاف، انا ضربت كنجيو ضربت 10 سنين ديال 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 الدوله، وضربت واحد العامين ديال البريفي. ولكن كما قلت واحد الخطره اني عرفت راسي اني نجحت، فين عرفت الهدف ديالي، فين عرفت راسي اني ماشي في بلاصتي، واني حطيت البلان ديالي داكور كيفاش اني غادي نبدل هذه الخدمه بلا ما ناجي ايموسيونيلمون، بلا ما نطيح في ديك القضيه ديال 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 نتشكا ولا ضغطاتي وانايا وما داريش ما فعليش. لا، خاصني نكون قادر اني نصيد راسي داكور. هذه ديما دير لكم قادر انك تصيد راسك، ماشي ضروري خص الناس يفهموا ديك الفكره باش انك غادي انك قادر تحققها. لا، انت قادر تحققها وقادر تحققها لراسك، ولا قادر تنجح، قادر تنجح لراسك. الاخرين ما تستناش منهم غرون شوز.